انا شايفه ان انت مش ممكن كنت هتوصلي للقناعه دي وللفكر ده بان ده شيء بالنسبه لك ممتع وتحبي تعمليه وتحبي تعيشي مع الاطفال الحاله دي ان هم يعبروا عن نفسهم لو ما كنتيش اتوجدتي في بيئه او بيت بشجع ده او بيحتضن ده، خصوصا انك اخترتي كارير ممكن اي اسره تقول لك انت بتعملي ايه، اللي بتعمليه ده هيوصلك لايه في الاخر يعني. فخلينا نتكلم عن الاسره اللي وقفت وراكي وصدقت في افكارك وساعدتك انك تحققي اللي انت بتحبيه او اللي بيسعدك. الحقيقه انا في بيت فني، بابايا حد فنان، راجل فنان، وامي ست فنانة، أختي كمان فنانة، كل واحد عنده موهبته الخاصة بي. يعني أختي جزء الديزاين والديكور، بابايا حرفي كل ما هو مصغرات يعني بيعملها، مامتي أشغال اليدوية، فإحنا بيت أصلاً فني. علاقتنا ببعض قوية، بنشجع بعض في كل حاجة بنعملها. يعني مفيش خطوة باخدها من غير ما تكون متبركة وفيها تشجيع من أهلي ومسندني في كل، من وأنا في الدراسة يعني وأنا طفلة كان طبيعي إن أنا أرسم، ده مش حاجة إن أنا سايبة مذاكرتي، لا ده دي حاجة عادي إن أنا أكون برسم وسط المذاكرة والدروس، عادي إني أكون بلون ويبقوا مبسوطين باللي أنا بعمله. حقيقة من وانا طفلة، من وانا في الكلية كان بابا داعمني كمان، لان هو اصلا يعني طبيعة شغله كان بيساعدني في كل الحاجات اللي بعملها. ابتديت اتخرج ويمكن اول حاجة اشتغلتها انا كنت معيدة منتدبة في الكلية، بس لما ابتديت اخرج للمجتمع شوية اول فئة اشتغلت معاها كانت الفئة اللي بلا مأوى تبع جمعية في اسكندرية يعني، وكان يعني بابا كان مساندني جدا، لا جربي واشتغلي ده ودوري على نفسك في ده. وماما والبيت الحقيقة كان داعم جدا جدا، مش من البيوت اللي أنا بشكر ربنا لأني لو أي حاجة أنا فيها فده بسبب أسرتي يعني. شيرين الحقيقة ربنا. الحقيقة أن كل نموذج ناجح ومتحقق وسعيد وبيأثر في المجتمع بتكلم معاه دايما بيكون وراه بيت بيدعم.